موقع جير بيست موقع لبيع اشياء متنوعه، في انك تلاقي فيه اشياء لها علاقه بالجيمنج، اشياء الكترونيات، اشياء كنزات واشياء متنوعه. رابط الموقع بالوصف اللي حاب يشيك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم شركيال أو شركة كي، بنرجع بكم فيديو جديد. طيب شباب، فيديو اليوم سلسلة من زمان سويت عنها كم فيديو بعدين سحبت عليه، وهلا راح نرجع لها إن شاء الله، اللي هي التوب 5. فاليوم سلسلة التوب 5 لأفضل أسلحة بالزومبي، أفضل أسلحة بالزومبي بالنسبة لبلاك أوبس 3 فقط، وبالنسبة للأسلحة اللي طلعها من البوكس، أو يعني الأسلحة الرشاشات، ويعني الاسلحه العاديه، مو والله سلاح الويندر ووبن تبع شادو اوف ايفل، ولا الويندر ووف تبع ذا جاينت، او تبع الصابوني تبع ديسبون شيما، او الاقواس، لا الاسلحه العاديه يلي فينا نطلعها من البوكس ونستعملها بشكل عادي. طبعا قبل ما ابلش الفيديو شباب، اتمنى تذكروا انه هذا رايي الشخصي، فيمكن انت في سلاح ما تحبه انا ما اذكره، يمكن في سلاح يعني ها في سلاح انت كثير تفكر انه هو خرافي بس انا ما اذكره، هذا مجرد رايي الشخصي. وقبل ابدا قبل ابدا بس حاب احكي لكم شيء، انه ببلاك اوبس 3 الأسلحة ما عاد تفرق على الزومبيز، لأنه السلاح تطوره وتطلع تحط عليه النار ولا تحط عليه الكهرباء أي شيء، فأي سلاح إذا بدك تجمع زومبي وتذبحهم ما راح يفرق طالما إنك راح تطوره. الشيء اللي يفرق إنه السلاح اللي يذبح لك الوحوش، هذا الشيء اللي يفرق. الوحوش اللي مثلا بشادو في إيفل مارجوا، بدير آيس مدرخ البانزر، وبزيت بونو شيما العشبي اللي ما بعرف شو اسمه بالضبط، وترتيب الأسلحة وتقييم الأسلحة يكون على الأسلحة اللي تقدر تقتل فيها الوحوش. لو قلت لكم الزومبي ما تفرق اي سلاح، ان شاء الله جيب مسدس او رشاش وطور هات عليه بلاست جمع زومبي يضربهم، بس لازم يكون معك سلاح لما يطلع لك الوحشات تقدر تذبحه بسهوله بهالسلاح. يعني التقييم هون راح يكون تقريبا على الاسلحه القويه بالزومبي اللي فينك تلعب فيها دائما، وكمان الاسلحه اللي تقتل لك الوحوش بشكل افضل. المرتبة الخامسة عندنا سلاح من أكثر الأسلحة الممتعة تلعب فيها ببلاك أوبس 3 الزومبي، اللي هو خلاط الدينجو أو لايت ماشين جان الدينجو. بكل بساطة سلاح فتاك، سلاح فتاك بالنسبة للزومبي، ويعني نوعا ما على الوحوش. ليش حطيته بالمرتبة الخامسة؟ لأنه على الوحوش ما كثير يساعد، مع إنه لا يقتل الوحوش بس في أفضل منه بالنسبة للوحوش، بس بالنسبة للزومبي سلاح فتاك فتاك، وخصيصا يعني أكثر ماب أنصح إنك تلعب فيه بسلاح الدينجو هو ماب ذا جاينت. بكل سلاح أحكي لكم شو أفضل ماب تلعبوا فيه. ماب ذا جاينت تطلع فوق على مكان الزاوية ويكون معاك دينجو انت وخويك وتنزلوا رش بالزومبي، صراحة يعني سلاح جدا جدا خرافي. وكمان لو مسألت النوع اللي تحب تقتل الزومبي كان شكل قديم، يعني مو انك تحط عليه البلاست الكهرباء او يعني عفوا البلاست النار او الكهرباء، لا تحب تقتل الزومبي تشوف هيد شوت تشوف روسه مع بيطير قدامك، افضل شيء انك تلعب بالدينجو. وكمان نوعا ما كويس على الوحوش، يعني كويس انه يقتل لك الوحوش بس انه ياخذ وقت او يعني تواجه فيه صعوبه شوي اكثر من باقي الاسلحه اللي راح اذكرها بالفيديو هلا. فالدينجو الخلاط بكل بساطه يعتبر سلاح الخامس من افضل اسلحه الزومبي ببلاك اوبس 3. المرتبه الرابعه عندنا الشوت جان بريسي او بريشي، ما ادري شو اسمه بالضبط، المهم واحده منهم. هذا الشوت جان صراحه خرافي، يعني كيف اوصف الشوت جان؟ هذا الشوت جان من النوع اللي انا افتح البوكس اكون حاط ببالي سلاح معين غير هالشوت جان طبعا، بعدين انا قاعد افتح يطلع لي هالشوت جان احكي اي والله سلاح خرافي خلاص خليني اكمل عليه، ما بسلاح الثاني انه خلص طلع لي هالسلاح، فانه سلاح يمشي الحال هناك تلعب فيه. وصراحه يعني على الزومبي كويس لو تحط عليه كهرباء او بلاست او اي شيء. والشيء الخرافي اللي فيه مثل ما قلت لكم اول فيديو على الوحوش، مثل ما شايفين الوحوش لو حاط عليه بيرك دبل تاب ومعاك سبيد كول مثل البانزر بدي رايس اندراخ جدا خرافي عليه، مثل الماركو بشادو اوف ايفل او الوحش العشبي الموجود بجسمه نوشيما، تاثيره على الوحوش جدا خرافي. والشوت جان برشي او برسي صراحه من افضل خمس اسلحه ببلاك اوبس 3 زومبي ويستحق المركز الرابع بكل جدار. المرتبه الثالثه عندنا سلاح فتاك، سلاح من جد فتاك، وسلاح مثل ما شايفينه هلا قدامكم هو السنايبر دراكون او دراكون على ما اظن. السنايبر هاد من جد فتاك، ما توقعت ابدا ببلاك اوبس 3 يكون من افضل الاسلحه هو سنايبر، ابدا ما توقعت هالشيء، بس صراحه سلاح يعني كل شيء فتاك على الزومبي، يمكن لراوند 40 على ما اظن طخه واحده على الهيد شوت يقتله، حتى طخه على الصدر مطور يقتل الزومبي بكل بساطه، قاعد تلفلف طلع وشك زومبي طخه عليه على الصدر على الهيد شوت اي شيء راح يموت.
قاعد مكانه في الدجاج انتم شايفين فوق على طول، فينك تكمبر فيه ويقتل. وبالنسبه للوحوش كمان جدا جدا فتاك. البانزر جلاس اندراخ اكثر مره استعملته من جد يذبح البانزر، ويعني الطلقات اللي فيه عدد كبير فترشهم رش على البانزر ويموت. المارك اوف شادو اوف ايفل صراحه الدراكون يعتبر من افضل الاسلحه ببلاك اوف 3 الزومبي ويستحق المركز الثالث. المرتبة الثانية عنا سلاح صراحة كنت راح اخليه المرتبة الأولى، لأنه سلاح فتاك فتاك، سلاح خرافي اللي هو مثل ما شايفين قدامكم الهاي ميكر. وصراحة كنت جدا متردد اخليه الثاني ولا الأول، بس راح تشوفوا شو الأول بعد شوي. الهاي ميكر سلاح بالنسبة للوحوش بالنسبة للوحوش رقم واحد، سلاح جدا خرافي. جيراس اندراخ لو راوند 100 روح على البانزر شغل الفخ الكهرباء وخذ دبل تاب وانزل رش فيه بالهاي ميكر راح يموت. المارجوا بالشادو اوف ايفل نفس الشيء، لاحظ كل معنى الكلمه فتاك، يعني شوت جان رش ومع دبل تاب ما في اي وحش رح يقدر يوقفه بوشك. من جد من جد الهاي ميكر يعني سلاح خرافي ويستحق المركز الثاني من اقوى اسلحه الزومبي. وكمان يعني لو نزلت مونوشيما كان هذا السلاح الاول من افضل اقوى سلاح بالزومبي. راح تشوفوا شو السلاح الاول على ما اظن معظمكم عرفوه. المرتبه الاولى سلاح لحاله بيعرف عن حاله، سلاح غني عن التعريف مثل ما شايفينه قدامكم هلا. سلاح انا ما اظن كلكم بوافقني الراي انه هو افضل سلاح بالزومبي، واللي هو المارشل. المارشل صراحه اقوى سلاح بالزومبي، السلاح للاسف بس موجود بماب جسبه نوشيما. المارشل من جد فيني احكي انه سلاح فتاك، سلاح فتاك بكل معنى الكلمه. على الزومبي انا بركي احكي لكم انه على الوحوش انه يعني ببلاك اوف 3 اهم شيء انك تحط سلاح وتحط فيه الكهرباء وهيك وتقتل فيه ويكون يقتل الوحوش صح، فما يعني ما يفرق سلاح اللي تستعمله. المارشل كل شيء. الزومبي تخيل انه يكون عندك مسدسين طخ طخه واحده بس من جهه من يعني من المسدس اليمين او اليسار على ثلاثه زومبي ماشيين جنب بعض راح يقتلهم كلهم طخه واحده، ما انت عادي انك تخ طختين مع بعض. الوحش اول ما يطلع لك رش عليه بالمارشل راح يموت على طول. المارشل من جد سلاح خرافي، سلاح جدا جدا خرافي واقوى سلاح موجود بالزومبي لحد اللحظه، لحد اللحظه من بلاك اوبس 1 على ما اظن لحد بلاك اوبس 3 اقوى سلاح بالنسبه للاسلحه العاديه اللي حطوا لنا اياها هو المارشل. جد سلاح على الزومبي دائما يفكك من الحشرات، لو انت قاعد تمشي لقيت زومبي بوشك المارشل على طول بدون تفكير طخ راح يبعد يمسح الزومبي من قدامك. الوحش تبع زيسبون شيما اللي يجيك كل كام راوند اول ما يطلع لك يمكن خزان مارشل واحد من اليمين واليسار فض عليه راح يموت، ما في داعي تعمل ريلود حتى. فبس انه لازم يكون معك سبيد كولا، بدون سبيد كولا المارشل يعني كل شوي ريلود، فلازم يكون معك سبيد كولا. والمارشل بكل جداره يستاهل اقوى سلاح بالزومبي، ومن جد اتمنى انه يرجعوه انه يحطوه بالمابات القادمه وما يخلوه بس بزيت مونوشيما. بس يا شباب في فيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى تشوفوا بنفس الفيديو بزر اللايك، واكتب في الكومنت هل انت معي باللسته اللي حطيتها ولا لا، عندك اسلحه غير، اذا عندك اسلحه غير اكتبها في الكومنت. وبس كان معكم شركيال وشركة كيش كفديوهات تانية ان شاء الله، مع السلامة.